وده يخليني أسأل برضو، طب هل الناس الصيام طبعا لو لهم رخصة للإفطار، مرض أو غيره أو حمل أو أشياء كثيرة من أطباء مثلا في رخص للإفطار، لكن في ناس مثلا تقول لك لا يا عم أنا مش قادر أصوم. إذا كان معنى إن هو مش قادر إن هو في الحقيقة هيسقط، أو إن هو شخص مش فعلا، أصل مسألة الاستطاعة والقدرة على الصيام ليست معناها إن هو يكون مريض، لكن هو مش قادر بمعنى إن هو شخص ليست عنده عافية. بس الكلام ده بيكون مرده إلى الإنسان، يعني في جزء منه مرده إلى الإنسان، لكن ما بيكونش أنا مش قادر، ده توهم عنده. والله يعني أنا عرضت الصيام كده على تفكيري وعلى قدرتي، ولذلك ما ينفعش إذا ما كانش هو عنده مرض ما ينفعش يقول إن هو مش قادر غير لما يجرب الصيام فيغمى عليه، أو يجرب الصيام فما يقدرش يشتغل، أو يجرب يقول له الصيام مثلا لا، ما إحنا بنقول ده مرض، لكن هو يجرب الصيام فإيه اللي حصل؟ مش عارف يشتغل. إيه اللي حصل لما صام؟ مش عارف يعمل اللي عمله الشديد دوت أو الصعب ده. محدش يجي يقول له بقى زي ما كانوا بيعملوه في التدين، كانوا يقول له لا سيب الشغل بتاعك وروح اعمل عمل تاني عشان تقدر تصوم. احنا ما عندناش كده، لكن هو لازم لما يقول انا مش قادر يكون فعلا مش قادر، يعني يكون جرب الصيام وما قدرش، او فسد عمله او عمله وما قدرش يكمله، فساعتها هيكون كده. لكن هو بدل هو قادر على الصيام فعلي ان اصوم.